لالوزا راك تشوفي ورانا الله الله جغدان بيسان بلادنا شابه ما شاء الله. وانا دائما نقول باللي بلادنا خير كامل البلدان من شرقها لغربها لجنوبها للشمالها يعني ما شاء الله عليها تقعد دائما لاميه ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. يا درا وجدت لنا بالكابريس يا مهدي لالوزا اليوم وجدت لك ان غاتو بالكابريس تري ليجي اللي هو اللي هو الله يبارك مهدي ما شاء الله بارك فيك ميرسي لالوزا يشهي وصدون انفي باش ندوق اللي درتو لنا لالوزا نعم سي اون شارلوت حاجه سهله بزاف سي سكو جام مهدي درت اون موس شوكولا كابريس تري بيان وزدت لها اون موس فاني باش نكسر الحلاوه زدت لهم لانجاز بالسيترون وكملت بالبسكوي كويير تاع لا شارلوت وزدت لها لا كريم ديبلومات او كابريس يعطيك الصحه ان ترافاي بيان فيني يشهي فريمون شهي مهدي يعطيك الصحه ذوقوا يا درا ذوقوا بيان سور يلا نذوق الله يبارك هاي شهي مهدي ما شاء الله يعطيك الصحة لالوزا الله يسلمك سلوزا في الغاطو هذا عندنا لو بيسكوي كوير لتحت عندنا اون موس شوكولا نوار كابريس وزيد انا سيغ بوار سيترون تري بيان وكملت بين اون موس فاني ولو بيسكوي كوير فوالا وشوكولا نوار راح تكاسي شويه الحلاوه تاع الكابريس اللي حلوه بزاف تشوفي ليكيليب يذوب في الفم ايه باينه بلا ما نبدا نذوق يعطيك الصحه هيا بسم الله واش رايك لالوزا كل شيء يذوب في الفم يعطيك الصحه وشوف كاين الحلاوه كيما قلت ما كانش بزاف نقول تاع الكابريس اهو حاضر راه حاضر بزاف بزاف واللي عجبني فيه لي بواغ اللي زدتهم لداخل ومع القروسيه تاع لو سيترون يعطيك الصحه شكرا لالوزا تري بون يعطيك الصحه الوغ مهدي واش راك تستنى من لي باتيسي ديالنا انا نستنى منهم دو لوريجيناليتي لازم يديروا لي حاجه واو باسكو انا نعرف نعرف مليح الكابريس بيان سور وبغيت يديروا لي حاجه جديده عمري ما شفتها ان شاء الله يمكن ندخل نقول واو ان شاء الله يكون في المستوى ويعجبوك ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا ربي هيا نشوفوا شامي ديرو يلا يلا